السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan, peserta-peserta khusus SG yang dihormatkan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam ini 12 Jamadul Awal 14 Hijriah bersamaan 17 Januari 2019 Masihi, kita telah sama-sama menaikkan solat pada Maghrib berjamaah. Dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita akan mulakan program kita malam ini dengan bacaan surah Yasin dan doa yang surah Yasin. Kemudian ada sedikit pengisian insyaAllah untuk tuan-tuan dan perempuan. Ini untuk tuan-tuan khusus, tak ada perempuan sini. Tuan-tuan semua . Jadi insyaAllah kita akan sama-sama menunaikan solat fardu isyak insyaAllah. Ya, apabila selesai kuliah khas kita insyaAllah dalam sekitar 8.45 atau 8.50 macam tu. Selepas daripada solat isyak, kita akan terus menuju ke Dewan Makan untuk menikmati jamuan makan malam yang dikhususkan. Cuma sayangnya kita tak ada PA system lah. Kalau tidak, kawan kita yang duduk tengah syok-syok, tongan terbalik dalam bilik tu mungkin akan turun lah bila dengar suara kita baca Yasin ramai-ramai ni. Jadi tak apalah, apa yang apa yang berapa ramai yang ada malam ni, insyaAllah kita akan sama-sama. Jadi kita akan mulakan dengan bacaan Yasin insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salam wa alaikum wa sahbihi izam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Ila alikulli wa sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa amatina wa akhwani wa khalatina min minna wa mashayikhina. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمس
فمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا وافي لما يكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات فتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد مماته وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
واجعل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم ومن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا للسعادة وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا حقق فيك رجاءنا استجب اللهم دعانا وحقق فيك رجاءنا استجب اللهم دعانا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرزك لطفك في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان من نفسي عن كل مهموم سبحان من نفسي عن كل مغموم سبحان من نفسي عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا ربنا تقبل منا دعانا وتلاوتنا من سورة ياسين قبل القرآن وتلاوتنا من الذكر الحكيم وصلواتنا وراء ودعانا في سورة ياسين وأعمالنا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة من شهر جمادى الأول إنك السميع العليم تعالى لنا يا مولانا إن التواب رحمنا ونفي أسفار كل ما تعالى فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم نعوذ بك يا كريم.